السلام عليكم أبنائي وبناتي الأعزاء. أنا كنت شرحت معاكم شابتر 2، بس أنا هدي فكرة عنه لأن بصراحة أنا مش عارفة إحنا كنا وقفنا لحد فين، والظروف منعتنا من إن إحنا نستكمل وندخل حتى ناخد شابتر 3. هو على ما أعتقد إن إحنا كنا خلصناه، بس أنا هتكلم عنه بمنتهى السرعة على أساس نتذكر، ولو كان في أي بوينت أو حاجة ما كناش اتكلمنا عنها يبقى برضو إن أنا غطيتها. هنبص هنشوف دلوقتي، انا بتكلم في الشابتر ده على الاوديت ستاندرد. طبعا لما اجي اتكلم على الاوديت ستاندرد لابد ان انا يعني اذكر الاي اي سي بي اي واذكر سيبا. انتوا عارفين زي ما قلنا قبل كده ان سيبا اللي هي عباره عن سيرتيفايد بابليك اكاونتنج فيرم، دي طبعا تبع الاي اي سي بي اي، والسيبا اللي طبعا ليها الليجال رايت تو بيرفورم الاوديت، وعشان كده هي از ريسبونسبل فور ايشوز اول كل الجاب اند الجاز. يعني هنا بالنسبه للبروفيشن سواء كان اكاونتنج بروفيشن او الاوديتنج بروفيشن، فبنجد ان سيبا ايشوز ايفري ثينج اباوت البروفيشن. فهنا الليجال رايت تو بيرفورم اوديت از جرانتيد باي باي السيبا فيرم. طبعا هنا برضو بنقول ان تو بروفايد ميني اذر اشورنس اند سيرفيسز تو كلاينتس اند ايه اند سبميت سبيسيفيك سيرفيسز ساتش از تاكس اند كونسلتنج سيرفيس. هنا الاكتيفيتيز اوف سيبا فيرمز، واحنا كنا قلناها قبل كده في شابتر 1. بنتكلم هنا عن اول حاجه الاكونتنج اند البوك كيبنج، وانا تذكرت ان احنا كنا اتكلمنا عنها وقلنا ان البوك كيبنج سيرفيسز دي بتبقى اللي بيقوم بيها اللي هو البيرسون اللي هو بيبقى ايه ليس كواليفيكيشن عن الاكونتنت نفسه يعني. وفي عندي التاكس سيرفيس، وفي عندي المانجمنت كونسلتنج ايه سيرفيس. برضو لما اتكلمنا عن عن السيرتيفايد بابليك اكاونتنج، برضو اتكلمنا قلنا ان في طبعا العلاقه اللي كانت بين السيبت فيرمز وبين الباكوب، ان الباكوب كان ريسبونسبل فور ميكينج ايه موديفيكيشن اباوت البرنسبلز اند الستاندردز اوف الاكاونتنج اند اوديتنج. فهنا هنلاقي في الانترناشونال ستاندردز اوف اوديتنج جت ازاي، يعني ان الانترناشونال اوديتنج براكتس كوميتي اوف ذا انترناشونال فيدراليشن اوف اكاونتنج، هنا طبعا دي هنا ايشود الانترناشونال ستاندردز اون اوديتنج اللي احنا قلنا عليها الايه الاي اس اس. الاي اس اس دي بتبقى ايشود باي السيبا، ودي طبعا كانت هي السبب في اظهار الايفرس. طيب سمري هنا بالنسبه بقى اللي اتكلمنا وكنا اخدنا، وانا فاكره ان احنا اخدنا ده، بنتكلم عن الجنرال اكسبتد اوديتنج ستاندردز اللي هي الاوديت ستاندردز. قلنا الاوديت ستاندردز هنا اللي ايشود باي السيبا او بين الاي اي سي بي اي ار كلاسيفايد انتو 3 جروبس. الفيرست جروب دي ريليتد تو الاوديتور هيم سيلف، كونتين 3 ستاندرز. الفيرست ستاندرد اللي هي ادكوتي تريننج اند بروفيشنسي، معناها ان الاوديتور هنا ماست بي كواليفايد تو اندرستاند الاستابليش كرايتيريا. الاندبندنت ان منتال اتيتيود، معناها برضو ان الاوديتور ماست بي اندبندنت ان منتال اتيتيود تو كيب ذا كونفيدنس اوف يوزرز. الديو بروفيشنال كير هنا means ان الاوديتور must exercise the due professional care when planning the audit and the report when examining accounts and the financial statements planning the audit preparing the audit report. طيب السكند جروب بيتكلم عن الفيلد ورك ستاندرز. الفيلد ورك ستاندرز دي فوكس على الايه البلان دي اوديت. البلان دي اوديت هنا في عندي 3 ستاندرز. الفيرست ستاندرد هو ده يعتبر البيزك بالنسبه لي للستاندرز اللي هو الاوديتور شوت بلان او ماست بلان اند ريبورت ايه
الاوديت بروسيس. هنا اول حاجه لازم يعملها ان هو يعمل سيتنج او بريبيرنج للبلان، والبريبيرنج للبلان دي بتبقى ريكوايرد ايفالويشن اوف انترنال كنترول، اللي هو ده بيعتبر السكند ستاندرد، اند الاكيوميليشن اوف سفيشنت اند ريليفنت ايفيدنس. اذا السكند ستاندرد اند ثيرد ستاندردز اوف فيلد وورك، الاثنين دول هيبقوا ايه؟ طبعا دول نقدر نقول عليهم يعني البيزك بالنسبه للبلانز اوديت. الثيرد جروب بقى عندي اللي هو الستاندردز اوف ريبورتنج. ستاندردز اوف ريبورتنج دي انكلودز فور ستاندردز. الفيرست ستاندرد فيها بيتكلم عن ان البريبريشن اوف فاينانشال ستيتمنتس ان اكوردنس ويز الجاب. السكند ستاندرد بيتكلم عن ان في كونستنس بالنسبه لي فولوينج الجاب فروم يير تو يير. ايضا الثيرد بيتكلم عن الادكوسي اوف ديسكلوجر، معناها ان هنا افري انفورميشن او افري ماتيريال انفورميشن او نوليدج ماست بي شون انسايد الفاينانشال ستيتمنت، اند الاكسبريشن اوف اوبينيون اوف اوبينيون اوف اون فاينانشال ستيتمنت. ودي انكلود فور تايبس اوف اوبينيون، ودي هنشوفها ان شاء الله في الشابتر اللي جاي اللي هو شابتر 3. طيب نيجي بقى بالنسبه للجنرال اللي لسه قايلاهم دلوقتي حالا ان هم الثري، ان الاوديتور از يعني ماست بي بيرفورمد باي، او عمليه الاوديت نفسها ماست بي بيرفورمد باي بيرسون اللي هو كواليفايد تو نو ذا ايه ذا استابليش كرايتيريا، ماست بي اندبندنت منتال اتيتيود، اند ماست بي اكسرسايز الديو بروفيشنال كير. الستاندردز اوف فيلد وورك هنا برضو نفس الحكاية، انكلود 3 ستاندرز اللي هي عبارة عن الاوديت بلان والاندرستاندينج اند ايفالويشن انترنال كنترول سيستم، بلس ايضا الثيرد ستاندرد اللي هو الريليفنت اند سفيشنت اماونت اوف ايفيدنس تو هيلب ذا اوديتور تو جيف هيز اوبينيون. بس الستاندرز اوف ريبورتنج زي ما قلنا برضو ان في عندي 4 ستاندرز. الفيرست ستاندرد بيتكلم عن ان ريبورت اوف ذا اوديتور شال ستيت ويذر فاينانشال ستيتمنتس ار بريبيرد ان اكوردنس ويز الجاب، اند الجاب ار فولود السكند الجاب ار فولود كونستنتلي فروم يير تو يير. نمبر 3 برضو بيتكلم عن الانفورماتيف ديسكلوجر ان فاينانشال ستيتمنتس تو نو تو يعني to be non financial statements، او نقدر نقول ان هنا بيبقى في عندي financial statement دي ليها fairness معينه وانها are fairly stated in accordance with GAAP. يعني هنا مش هنقدر نعرف انها in accordance with GAAP الا لما يكون في disclosure او adequate disclosure. ايضا هنا الفور بقى الفورس هنا اللي هو الاكسبريشن اوف اوبينيون اوف ذا اوديتورز، وطبعا دي بتتضمن هيز اوبينيون اباوت الفاينانشال ستيتمنت از اول، وهي طبعا هنتكلم عنها دلوقتي في شابتر 3، فانها عباره عن فور كاتيجوريز اوف ذا اوبينيون اوف ذا اوديتورز اوبينيون.